شوية أجواء الفلك بالنسبة للوضع العاطفي لمواليد القوس بشهر أيار مايو من عام 2023. يا عزيزي، أهم شيء بهالشهر هو خسوف بيحدث بتاريخ 5 وبيأثر شوي على حياتك الشخصية. بيحكي عن غياب أو عن استرجاع ذكريات ألمتك أو عن توضيح لحقيقة وصلت لك مشوهة بالسابق. هالخسوف بيحكي كمان عن رحيل لأحد المقربين أو عن توتر بعلاقة زوجية بتخصك أو بتخص أحد الأولاد أو البنات، وبيثير بعض الهواجس والكوابيس الليلية من فقدان أمر غالي على قلبك. بهالأثناء لازم تهتم بسلامتك وأمتك وأمنك وصحتك. اعتمد الجدية بكل شيء وما تستهتر بأي إنذار أو بأي خبر بيوصل لك أو حتى نصيحة. بتمر بفترة مقلقة بالأسبوع الأول لأنه فينوس بالجوزاء بممكن يجعلك مربك قليلاً، محتار حول علاقة لإلك، في حين أنه جوبيتر بالأسد بيكون جوبيتر ببرج الثور ومارس بالأسد بيخليك تعرف مواجهة لأمر عاطفي، رغم أنه مارس كمان بيحميك من تداعيات بعض الأمور وبيجد لك الحلول ابتداء من تاريخ 21 لما يدخل إلى برج الأسد. يعني الفترة الواقعة بين 28 هي دقيقة جداً، الأكثر دقة، ويمكن تنذر بفراق أو انفصال. بعدين بيصير في مصالحة أو تقارب أو حلول. تشعر بالفراغ بهالشهر، تضطر إلى مواساة أحد المقربين أو إلى إرضاء الحبيب أو الزوج. ربما تبتعد شوي عنه، عن زوجك، عن حبيبك، بيصير شيء. بتعاني من بعض التدخلات السافرة بحياتك بسود الشجار، ربما الجو العائلي. أحدهم يمكن يعترف لك بخطأه. لازم دايماً يلي بيرتكب الخطأ يصححه بسرعة. ما بيكفي الاعتراف بالخطأ، لازم يصير في تصحيح، وهذا الشيء يلي بده يصير أو يلي أنت بدك تطلبه بهالشهر. طبعاً في جو شوي دقيق، بس النصيحة هي أنك تحيط يلي بتحبهم باهتمامات والتفاتات حلوة وجميلة، ما تكتفي بكلام ما بيروي غليل الحب. الالتفاتة أهم يا عزيزي، والتصرف بعد الكلام ضروري.